حميد سراج الدين، الراجل اللي ما بيغلطش. مش انت بس اللي كنت شايفه كده، ناس كتير كانت شايفاني كده برضو، ومنتظرين مني طول الوقت ان انا ما غلطش. طب ازاي؟ ما انا بني ادم برضو، مفيش بني ادم معصوم من الغلط، وكمان محدش يقدر يعرف بقى انه هيغلط ولا لا الا لما يتحط في موقف ضعف بجد، ساعتها بقى يختار يا يغلط يا يقاوم الغلط. مفيش دليل واحد يقول ان انا بعت امتحان لطالب عندي، بس انا قدامكم دلوقتي بقى انا بعترف. ايوه يا جماعه، انا عملت كده وبعت الامتحان، وما وقفش جنبي الا الناس برضه اللي متاكدين ان انا ما بغلطش. للاسف خدعتهم كلهم. يمكن عملت كده في الوقت اللي كنت فيه بنك ربنا، كنت شايف ان مفيش رقيب عليا وان انا اعمل اللي انا عايزه، بس لما قريت وعرفت وحللت وقربت، لقيت ان ربنا سبحانه وتعالى موجود في كل تفصيلة احنا بنعيشها في حياتنا. ساعتها اعتذرت له على كل حاجة غلط انا عملتها في حياتي، واتمنيت انه يقبل اعتذاري ده ويقبل توبتي، وانا واثق انه هيقبلها لاني طلبتها من قلبي بجد ومنتهى الصدق. أما أنتوا ما كنتوش هتغفروا لو كنت قلت ساعتها إن أنا بعت امتحان، كانش زماني قاعد وسطيكوا كده عادي، كان زماني ولا حاجة. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى خلق الستر عشان يحمي بيه البشر من بعض. نجوم رمضان معاك على واتشت، اشترك وما تخليش حاجة تفوتك.